بسم الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة بشلي، طبعا شقة داخل مجمع سكني، احنا الان في الدور السابع، عندنا مصعدين في العمارة، طبعا الشقة صفر. راح نشوفها الان. مساحة الشقة 185 متر مربع، وهي عبارة عن 3 غرف وصالة. بسم الله، هنا المدخل، هذا المدخل الشرح زي ما انتم شايفين، على يسارنا مباشرة عندنا المطبخ، طبعا دواليب غير جاهزة على حسب رغبة العميل، لها مخرج للبلكونة الأمامية، طبعا تدفئة مركزية في المجمع، 3 غرف وصالة فيها 3 دورات مياه. نشوف هنا عندنا الصالة، ما شاء الله تبارك الله، مساحة كبيرة جدا، تقريبا 35 متر مربع، لها واجهتين، طبعا شقة طرفية، لها 3 واجهات. هذه البلكونة الأمامية، طبعا زي ما انتم شايفين مساحة كبيرة وشرحة، ما شاء الله تبارك الله، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة. هذه الواجهة الأمامية، عندنا إطلالة كاملة على الطبيعة. ايضا لها واجهة جميلة على البحر. طبعا البلكونة مشتركة بين المطبخ والصالة، هذه الصالة. اطلالة جميلة ايضا من الصالة. راح نشوف الغرف، طبعا مثل ما ذكرت لكم تدفئة مركزية فيها، هذه غرفة النوم الرئيسية، لها طبعا دريسنج روم، غرفة تغيير الملابس، أيضا مخرج الطوارئ، وعندنا دورة مياه خاصة بالغرفة. طبعا هنا دورة المياه الثانية، وعندنا دورة المياه الرئيسية، شوفوا مع بعض فيها جهاز التدفئة أيضا. هذه الغرفة الثانية، مساحة جيدة. هنا عندنا غرفة النوم الثالثة بإطلالة كاملة على البحر مثل ما انتم شايفين، لها بلكونة خلفية ايضا، مساحة جيدة مطلة ايضا على البحر. الموقع بشلي، قريبة من مركز طرابزون، تبعد عن المطار ما يقارب 10 دقائق تقريبا، وعن مركز المدينة 5 دقائق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.